سعيد باستقبال زميلتي السيدة ماريا جابرييل نائبة الوزير الأول ووزيرة شؤون الخارجية لجمهورية بلغاريا الصديقة التي تقوم بزيارة عمل رسمية إلى المملكة المغربية. هذه الزيارة مهمة ومهمة جدا لأنها أول زيارة يقوم بها وزير خارجية بلغاريا إلى المغرب منذ تقريبا 10 سنوات. ثانيا مهمة لأنها الزيارة الأولى اللي كتقوم بها السيدة الوزيرة إلى إفريقيا وإلى العالم العربي، واختيارها المغرب لهذه الزيارة كيبين أولا متانة العلاقة الثنائية وكذا الأهمية اللي عند العلاقات الثنائية بين بلدينا بالنسبة للسيدة الوزيرة. بين المغرب وبلغاريا علاقات متجذرة، علاقات قوية، علاقات متينة. احتفلنا هذه سنتين بالذكرى 60 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وخلال كل هذه السنوات كانت العلاقة قائمة على الصداقة الصادقة، على الحوار وعلى التضامن والتعاون. المغرب كيشوف دائما في بلغاريا وفق رؤية جلالة الملك محمد السادس فاعل أساسي في استقرار منطقة البلقان. المغرب كيشوف دائما في بلغاريا مؤثر في الاتحاد الأوروبي وفي العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار وخاصة دول جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط. والمغرب كيشوف في بلغاريا كذلك من منطلق رؤية جلالة الملك جزء من هذا تنويع الشراكات اللي كينادي به جائمة جلالة الملك خاصة داخل الاتحاد الأوروبي، باش العلاقات مع المغرب كما هي مع الشركاء التقليديين في جنوب أوروبا تكون كذلك تطور مع دول اللي في الشرق ووسط أوروبا، وبلغاريا يمكنها تكون واحد نقطة تحرك مهمة في هذا الاتجاه. علاقتنا التقليدية، علاقتنا بحال اللي قلت مبنية على واحد صداقة متينة، واحد التعاون اللي كان في مجموعة من القطاعات. ولكن اليوم في هذه الزيارة اللي كتقوم بها السيدة الوزيرة اتفقنا على أن تعطى دفعة أخرى للعلاقات الثنائية، وبأن نرفعها إلى شراكة حقيقية من خلال تكييف إطارها المؤسساتي باش يولي كيواكب هذا الطموح اللي كاين في العلاقة الثنائية. أننا الإطار القانوني نحددتوه كذلك باش يولي كيساير الأولويات اللي كنشتغلوا عليها، وأن كذلك نركز على بعض القطاعات المهمة بالنسبة للبلدين بحال القطاع ديال الأمن الغذائي، بحال القطاع ديال الطاقات المتجددة، بحال القطاع الثقافي وغيرها. اللي شفتوا اليوم وقعنا في هذا الإطار على 3 ديال الوثائق، سواء في مجال التعاون الثقافي، التعاون في مجال الشباب، سواء في مجال السينمائي أو البيان المشترك لكي يحاول يأكد على هذا الروح الجديدة اللي خصها تكون في العلاقة الثنائية، واللي فيه مجموعة من المواقف من البلدين حول مستقبل علاقتهم الثنائية وهذا الطموح بأن هذه العلاقة تزيد قوة، ولكن كذلك حول بعض القضايا الإقليمية. وكنشكر هنا بلغاريا على موقفها البناء فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية وإشارتها الإيجابية إلى مبادرة الحكم الذاتي كأساس لحل في إطار الأمم المتحدة. وبلغاريا كتكون اليوم هي الدولة 15 داخل الاتحاد الأوروبي اللي مشات في هذا المنحة، وهذا كيأكد هذه الدينامية الإيجابية اللي كتعرفها ملف الوحدة الترابية المغربية بتوجيهات من جلالة الملك محمد السادس. تحدثنا كذلك على المجال القنصلي وكيفية تطويره
وقلنا بأنه في الأيام المقبلة غيكون لجنة قنصلية مشتركة اللي تحاول تنظر في هذا المجال هذا وتطور ما هو تبادل الإنساني اللي كان دائما موجود في العلاقات الثنائية منذ القديم ونطوره، ولكن كذلك محاربة مافيا التجار في البشر والهجرة السرية كأحد العناصر الأساسية اللي المغرب ديما كيتعامل فيها بمسؤولية، وقلنا بأننا غنشتغلوا معا في هذا الإطار. فإذا الزيارة هي زيارة مهمة وزيارة ناجحة بالنظر إلى توقيتها وبالنظر إلى مضمونها وبالنظر إلى القرارات اللي خرجت بها واللي غادي تشكل واحد نقطة تطور مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، سواء في المستوى الثنائي ولكن كذلك في العلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. مرة أخرى السيدة الوزيرة شكرا على هذه الزيارة المهمة وعلى Je voudrais le dire, vous pouvez continuer à compter sur le soutien de la Bulgarie, mais ensuite, si vous me le permettez, à la veille de la fête nationale, de pouvoir vraiment exprimer à quel point nous devons tous continuer ce travail de gratitude. This work of gratitude and recognition of the work of our ancestors and also responsables comme génération future qui doivent préserver toutes ces valeurs qui ont pu être au cœur de la fête de l'indépendance, du manifeste, de tout ce que le pays a pu avoir comme un parcours, le montrant comme un exemple. Je salue également ici les réformes menées par le royaume du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ainsi que les efforts déployés par le royaume pour le développement politique, économique et social, notamment à travers le nouveau modèle de développement. Je commencerai avec trois mots-clés: amitié, confiance, potentiel à développer. La Bulgarie et le Maroc sont des amis de longue date. Cette amitié nous a permis d'avoir confiance l'un dans l'autre. Et ensuite vient aujourd'hui la prochaine étape sur la base de l'amitié, 62 ans depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, sur la base de la confiance que nous partageons, de pouvoir maintenant se donner des pas concrets, des actions concrètes pour pouvoir développer tout le potentiel qui existe entre nos deux pays. Et pour cela, je vois ma visite comme un véritable souffle d'énergie, comment insuffler une nouvelle énergie à notre partenariat. Et je pense qu'aujourd'hui, nous pouvons déjà commencer à bien voir les contours de ces pas concrets. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de notre décision d'avoir des consultations politiques dès cette année, en 2024. Ces consultations politiques sont un premier pas pour aller ensuite vers une réactivation de notre partenariat économique à fort potentiel, à nous d'identifier ensemble les secteurs stratégiques qui vont avoir une valeur ajoutée et surtout vont apporter des bénéfices pour nos citoyens, pour nos petites et moyennes entreprises, pour notre jeunesse, pour nos universités. Et je pense que nous devons maintenant tout simplement changer le rythme et accélérer parce que nous avons des bases très très solides. Merci beaucoup aussi d'avoir souligné la troisième action très concrète qui en est sortie définie suite à notre rencontre et notre visite aujourd'hui, c'est de pouvoir coopérer dans le domaine de la sécurité, de combattre la migration illégale. Mais je voudrais surtout insister sur le fait que pour nous, ce qui prime, c'est vraiment le contact humain. C'est ce contact people to people, personne à personne, que nous partageons déjà et qui pourra encore une fois être encore plus développé. Cela passe par la culture, cela passe par l'éducation, par la jeunesse, par le sport. Je pense que nous nous donnons tous les moyens pour pouvoir avancer ensemble. Je voudrais également encore une fois réaffirmer l'importance de la coopération Union européenne-Maroc pour pouvoir continuer à relever des défis régionaux et mondiaux. Je salue l'accord que nous avons sur le rôle de nos deux pays. Et le Maroc et la Bulgarie ont une claire ambition de continuer à être des facteurs de stabilité dans leurs régions respectives, mais aussi de s'affirmer comme leader d'innovation. Un leader qui est capable de pouvoir apporter des bénéfices à ce soutien, de nouer des partenariats internationaux et de transformer les défis en opportunités dans ce monde qui est en rapide transformation.
notre intention en tant que Bulgarie et dans le cadre de la coopération avec l'Union européenne serait de contribuer pour renforcer le partenariat stratégique. De même, sur la question du Sahara occidental, nous considérons le plan d'autonomie présenté en 2007 comme un effort sérieux et crédible du Royaume du Maroc et comme une bonne base pour une solution convenue entre les parties. Aujourd'hui, nous avons 3 documents signés. Nous avons maintenant un cadre avec la déclaration conjointe. Je pense qu'elle envoie un signal très clair pour une nouvelle phase vers laquelle nous voulons amener notre partenariat. À nous de maintenant joindre les mots et les actions. Et je pense que la réunion et la visite d'aujourd'hui montrent à quel point nous pouvons le faire. Ensuite, je salue également l'accord sur l'échange cinématographique. Je me réjouis qu'en Bulgarie, il va y avoir une semaine marocaine du cinéma et au Maroc, il y aura une semaine bulgare du cinéma. Je crois au fort potentiel des secteurs culturels et créatifs, pas seulement en tant que maintenant vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, mais aussi en tant qu'ancien commissaire européen à la culture et en tant que citoyen. Tout simplement, je pense que quand tu as la culture dans le cœur, tu l'as pour toute la vie. Et je salue également le programme triannuel que nous venons de signer. Les mots-clés dans ce document, recherche scientifique, enseignement supérieur, culture, jeunesse, sport, tout ceci sont pour moi des messages qui nous permettent de travailler pour nos citoyens et d'amener ensemble les 2 sociétés, bulgares et marocaines, à faire du futur un futur qui offre des perspectives positives, qui donne de la stabilité, mais aussi un futur dans lequel le partenariat Bulgarie-Maroc a une valeur ajoutée parce que il sait transformer les défis en opportunités. Merci beaucoup. في سنة 2024 هذا الانتخاب هو كيحمل مجموعة من الرسائل. الرسالة الأولى هي من حيث الدعم الكبير اللي حظى به ترشيح المغرب، تقريبا 30 دولة اللي صوتت اللي فائدت هذا الترشيح، من أصل 47 دولة اللي صوتت اللي هما أعضاء في مجلس حقوق الإنسان، وهذا كيعني أن ثلثين ديال مجلس حقوق الإنسان دعمات ترشيح المغرب إذا الترشيح اللي كان ديال جنوب إفريقيا. الدعم كان من مختلف المناطق الجغرافية، واخا التصويت هو سري، ولكن العناصر اللي كتبان هي أن أنا خديت غير إفريقيا، من أصل 13 عضو إفريقي اللي كاين في مجلس حقوق الإنسان، على الأقل واحد 10 دول من 13 صوتات مع المملكة المغربية، وهذا عنصر مهم لأن الترشيح كان ترشيح إفريقي بالدرجة الأولى، وعدد كبير من الدول، وهذه مناسبة باش نشكر بلغاريا على دعمها لهذا الترشيح. بلغاريا كعضو في مجلس حقوق الإنسان كانت من الدول الأوائل اللي دعمات هذا الترشيح، وكنشكر مرة أخرى السيدة الوزيرة على هذا. الرسالة الثانية هي أن هذا الانتخاب هو فيه اعتراف بنجاحات وبمصداقية الإصلاحات اللي كيقودها جلالة الملك في المغرب في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من دستور 2011، إصلاح المدونة، مسألة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الحقوق المرتبطة بكل مكونات الهوية المغربية، وحنا على غادي نحتفلوا قريبا برأس السنة الأمازيغية، الطائفة اليهودية وغيرها. يعني جلالة الملك في كل هذه السنوات أعطى واحد الرؤية واضحة حول الإصلاحات السياسية، الإصلاحات الاقتصادية، الإصلاحات الاجتماعية كعنصر أساسي اللي اليوم مشهود به على المستوى الدولي، واللي الانتخاب المغرب وهذا الدعم الكبير لترشيح المغرب هو كيجي كاعتراف بكل هذه الإصلاحات ونجاعتها، وبأن يعني ما تحقق في المغرب
هو يشهد به اليوم الجميع. الرسالة الثالثة هي كذلك في هذا الدعم هو واحد الشهادة ديال الثقة في مصداقية دور المغرب والسياسة الخارجية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس. المغرب اللي بنى سياسته الخارجية على كما قال جلالة الملك على الوضوح والطموح كيعطي الثقة للشركاء وكيعطي الثقة على المستوى الدولي وكيخلي تواجده في المنظمات الدولية هو أمر ممكن نقول مطلوب ومرغوب، لأنه المغرب ما سياسته الخارجية متميزة بالجدية متميزة بالمصداقية، وسياسته الخارجية متميزة بالتوازن، وسياسته الخارجية متميزة كذلك بالبحث عن الإجابات والحلول ماشي على المشاكل، وهذا اللي كيخلي هذا الدعم. ونذكر بأن غير في هذه السنة 2023 المغرب قدم عشرات الترشيحات كلها نجحات، يعني 100%، وهذا كيخلق هاد كيبين هاد الدعم وهاد المصداقية اللي عند المغرب على المستوى الدولي. الرسالة الرابعة هي أنه في مجال يعني النظام المتعدد الأطراف ديال حقوق الإنسان المغرب كان عنده دور، وانتخابه اليوم على رأس مجلس حقوق الإنسان هو كيجي تأكيد لهذا الدور اللي كان المغرب من 2006 لما تخلق مجلس حقوق الإنسان. المغرب كثر المرات هو كيدخل مجلس حقوق الإنسان، المغرب متواجد في تسعود من عشرة ديال الآليات ديال مجلس حقوق الإنسان، والمغرب عنده دور رائد في 19 الفريق عمل داخل مجلس حقوق الإنسان. فانخراط المغرب في عمل مجلس حقوق الإنسان ماشي اليوم، هو بدأ من 2006 وكان المغرب حاضر في كل نقاط التحول اللي شهدها مجلس حقوق الإنسان منذ إنشاؤه في 2006. المغرب سهل مجموعة ديال المسارات لإصلاح مجلس حقوق الإنسان. المغرب كيقدم قرارات لمجلس حقوق الإنسان في مجموعة ديال المجالات. المغرب هو اللي كيقدم القرار حول يعني التعبئة ضد خطاب الكراهية اللي هو قرار كيتقدم سنويا في مجلس حقوق الإنسان. المغرب كيقدم قرار ديال احترام الأديان وعدم ازدراء الأديان، والمغرب كيقدم قرار حول الحوار بين الأديان وبين الثقافات. فالمغرب دائما عنده واحد الحضور كان في هذا المجال ديال حقوق الإنسان وفي مجلس حقوق الإنسان، واليوم هذا انتخابه لرئاسة المجلس كيجي تتويج لهذا العمل الجاد لهذا العمل البناء اللي كيقوم به المغرب في أجهزة مجلس حقوق الإنسان. اللي ميز هذا الانتخاب ماشي هو أن المغربي ينجح على رأس مجلس حقوق الإنسان، لأن كان يعني منتظر، والمغرب لما تقدم في 2022 الترشيح ديالو انطلق من هذه القناعات. اللي كان شوية هذا هو ذاك التعبئة اللي كانت من جنوب إفريقيا من الجزائر لمحاربة هذا الترشيح. أولا داخل الاتحاد الإفريقي المغرب كان هو الدولة الأولى اللي قدمت الترشيح، ومع ذلك جات الجزائر جات جنوب إفريقيا وتحداو هذا الموقف ديال الاتحاد الافريقي وقالوا لا، رغم ان الترشيح المغربي هو اللي كان في وفق الضوابط، فواحد اللي كان فيه واحد شويه ديال اش كيقولوا لها يعني الزياغه بان احنا واخا المغرب ترشح احنا غنقدروا نوقفوه. ورغم بعض المحاولات اللي كانت من دول إفريقية بأن تثني جنوب إفريقيا على أنها تسحب ترشيح ديالها، لأن المغرب هو المرشح المنطقي والمرشح الشرعي ديال إفريقيا، فكان واحد التعنت كبير، وكانت واحد الثقة ديال أن لا ترشحت جنوب إفريقيا فغادي المغرب غادي ينسحب ولا المغرب غادي يخسر. المرحلة الثانية اللي بدات هي واحد الحملة إعلامية، واحد الحملة دبلوماسية ضد ترشيح المغرب، استعملوا فيها بعض البيادق المرتزقة اللي في الأقاليم الجنوبية، استعملوا فيها مقالات، استعملوا فيها دي يعني مساعي دبلوماسية. المغرب لما كان كيدافع على الترشيح دياله كان كيدافع على شكون هو وشنو كيقدم والإصلاحات اللي قام بها جلالة الملك والدعم دياله. الآخرين قاموا بحملة ضد المغرب ماشي لأجل ترشيحهم،
وتابعتها وشفنا كاع وكالة رسمية ديال الجزائر اللي مقال حول لماذا لا يجب ترشيح أو دعم ترشيح المغرب. وهذه كلها أمور اللي كنظن هاد الدعم الكبير جا جواب عليها كذلك بأن ما كاين غير المعقول، وبأن هاد البهلوانيات وهاد التعبئة وهذه ما المجتمع الدولي مابقاش كياخذ بها، والناس كتمشي مع شنو هو اللي معقول، شنو هو اللي غادي يقدم واحد المساهمة. اليوم عاد غيبدا دابا المعقول، دابا المغرب ها هو إن شاء الله في هاد السنة غيترأس المجلس. المغرب غيتعامل من منطلق الجدية ديالو، من منطلق المصداقية، ومنطلق التوجيهات اللي كيعطي دائما جلالة الملك ديال أن المغرب يكون فاعل بناء، فاعل كيقدم إجابات ماشي كيخلق المشاكل. والمغرب غادي يستمر في أنه بسياسته المتوازنة داخل مجلس حقوق الإنسان باش أنه تعزز ذاك التوافق الدولي حول بعض المسائل المرتبطة بحقوق الإنسان. اليوم كاين واحد الشرخ في هذا التوافق الدولي فيما يتعلق بحقوق الإنسان، كاين استعمال لحقوق الإنسان في للضغط على الدول. هذه كلها المغرب غادي يحاول بالحكمة ديال الدبلوماسية ديالو بالثقة والمصداقية اللي عند المغرب بقيادة جلالة الملك باش أنه يكون عنده دور إيجابي في هذه الرئاسة، هذه باش تكون رئاسة اللي تخلي أثر، تكون رئاسة اللي كتجيب واحد القيمة مضافة واللي كتنطلق من شكون هو المغرب. المغرب قدم نفسه إجابات في مجال حقوق الإنسان، تجارب ناجحة وتحدثت عليها لا من الدستور، لا من هيئة الإنصاف والمصالحة، لا من إصلاح المدونة، لا من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لا من تعزيز التنمية في بعض المناطق، يعني التوازن الترابي وغيرها. هذه كل هاد التجربة المغربية المغرب يتقاسمها أثناء رئاسته باش تكون تجربة، باش تكون رئاسة ناجحة للمغرب ولكن كذلك لإفريقيا وكذلك للناس اللي دارت الثقة في الترشيح المغربي. شكرا.